كل الكلام الحلو لو قال لك يبقى قليل مش قد المقام. ازاي نخلي المعنى يصلح لو عاجز عن المعنى الكلام؟ الشاعر علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقوم مفتتح جدو سنة 1990. لسه كنت موجود. أنا بقول لك من ساعة. بعنوان أبجديات الهوية. حينما أشكب نفسي فوق ممآت الفضية وأغني ملهات الأبدية ثم أعزف بالظنون أبجديات الهوية. حينما أغرق في يم فظيع ثم أمضي كيفما يمضي القطيع نحو أصداء الصقيع في ثياب سندسية. كلما أوغلت في شتى الطرق أبشرت ما حولي وحولي مفترق كل فجر حين يبزغ يحترق والدوائر مشمدية. القصيدة بقى بعنوان كده مكتوبة السنة إن شاء الله. وفيها ايه؟ وألمح عالمي بعيون قطة تموء فتمنح الأحلام لقطة. تناوشني فأبحر في ضباب ولا أدري من الأشياء نقطة. تمازحني فأغرق في هواها وأبغي رثمها وأود قطة. تحاورني فيهمج لون حرفي ومن خمر الحديث أروم شفطة. نبيذ قرن بالوجنات يهمى فأدنو علاني أحظى بلهطة. فأضحك ثغرها نغما يصفى يقول بخاطري عسل وقشطة. ترافقني تفتش ذكرياتي لإيقاعي تدبر كل خطة. وبعشر في خطاها حين تمشي وتعرض درج ثم تروح نطة. فيشتعل الفؤاد أسا عليها وتحترق الدماء بقرن شطة. تعود تحوم حولي في خدوع وتنسج من رحيق الوجد ورطة. فينساب الحنين على ضفافي ونخطف من شمار العشق حطة. نسافر فوق أرصفة الأمان وتكتب تحتنا النجمات شرطة. وذات مسا عن العينين غابت فرحت هناك أركض خلف بطة. فمالت لي وقالت يا حبيبي فجبت بحضنها عند المحطة. زجاج قد تقصر فوق رأسي وحاكت قطتي فخا وسقطة. أفقت هناك في المشفى ولكن أصابت قطتي نوبات جلطة. ورحت هناك أغرق في شرودي وحين أفيق أشرب قاس جلطة. I'm going to go to the hospital.